بسم الله الرحمن الرحيم. السمستر الثاني النهارده بدايه السمستر الثاني بنتكلم فيه عن الراوتينج. يعني ايه راوتينج؟ تعالوا نشوف سيناريو كده اول الكورس خالص اتكلمنا عنه وما كانش واضح قوي ساعتها بالنسبه لنا. عندي توبولوجي بالمنظر ده، مجموعه من الراوترز متوصله ببعضيها، سي دلوقتي مثلا R1 R2 انجزوا يلا بسرعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا بسرعة. تمام. عليكم السلام. ازيك يا حشمة؟ تمام. ها تمام. عندي هنا مجموعة من الشبكات او مجموعة من الراوتر دلوقتي R1 قدامه كم طريق عشان يوصل للعشرات؟ ايه؟ ثلاث طرق. الدلتا تمشي في انهي طريق؟ على حسب مين الاسرع؟ اللي هو اخص عليك. مش كنا ساعتها قلنا لو الطريق ده سرعته 56 كيلو بيت بير سكند لكن فوق 1 ميج وتحت 2 ميج يمشي؟ ايوه هيمشي في انهي طريق؟ محدش لا ايوه محدش قادر محدش قادر يحدد. تمام. لان لو قلت لكم ساعتها لو هيمشي في الاثنين ميج افرض مثلا الراوتر اللي تحت قديمه وبتعمل لي ديلي. طب لو جه يمشي في اللي فوق الكوبر مصدي بيعمل لي ديلي. محدش فينا اصلا قادر ياخد قرار. مين اللي هياخد القرار بقى؟ الراوتر. ازاي؟ عن طريق ان انا ببلد على الراوتر حاجه اسمها راوتنج تيبل. تيبل اسمه ايه يا شباب؟ راوتنج تيبل. التيبل ده بيبقى جواه كل الشبكات اللي هو عايز يوصل لها والبيست باس او ايه هو الانترفيس اللي هيستخدمه عشان يوصل للشبكه دي. يعني انا هفترض ان ده سيريال 0، هفترض ان ده سيريال 1، هفترض ان ده سيريال 2. تمام. فهيتكتب في التيبل ده ان لو عايز اوصل لشبكه العشرات اوفر 24 هطلع من S2. التيبل ده تاني جدول اسمه راوتنج تيبل. الراوتنج تيبل بيبقى جواه كل الشبكات اللي انا عايز اوصل لها وايه هو افضل مسار او ايه هو الاكزيت انترفيس اللي انا هستخدمه، الانترفيس اللي هطلع منه عشان ايه اروح للشبكه دي. السؤال بقى الراوتنج تيبل ده بيتبني ازاي؟ وهو ده موضوعنا النهارده باذن الله. تمام. الراوتنج تيبل عشان ابنيه في عندي طريقتين. الطريقه الاولانيه ستاتيك والطريقه الثانيه دايناميك. ستاتيك ودايناميك. ايه الفرق ما بينهم؟ ستاتيك ده معناه ان انا كادمنستريتور انا اللي عملت بيلد للراوتنج تيبل، انا اللي بنيت ايه؟ الراوتنج تيبل. ده معنى كلمه ستاتيك. تمام. دايناميك معناه ان انا هسطب بيس اوف سوفت وير كده على الراوتر بحيث ان الراوتر هو بنفسه اللي هيختار ايه هو انسب مسار. البيس اوف سوفت وير ده بنسميه راوتنج بروتوكول، برنامج بيتسطب على الراوتر. وعشان انا اكتشفت ان في ناس لما بقول كلمه متسطب دي مفكرين ان انا هضغط نكستات. لا، الموضوع مش نكستات، ده باكواد كود اوامر سي ال اي، مفيش نكست هنا. تمام. يبقى تاني دلوقتي في عندي طريقتين عشان ابيلد الراوتنج تيبل. الطريقه الاولانيه ستاتيك، انا كادمنستريتور اللي هختار البيست بس، فانا اخترت الطريق ده. تمام. مش جايز يكون اختياري غلط. طب نشوف بقى مين الافضل. الستاتيك مين اللي فكر، انا ولا الراوتر؟ انا كادمن. يبقى اللود على البروسيسور قليل، انا شلت الحمل من على البروسيسور وانا اللي عملت بيلد بايدي. تمام. بس عيبه بقى لو انا اخترت مسار، افرض ان انا كنت اخترت المسار حتى اللي في النص ده. طب ما ده كده اختيار غبي. بس خلاص طالما انا قلت للراوتر كده هيسمع كلامي. عيب تاني، افرض دلوقتي ان الطريق ده وقع، خلاص الدنيا وقعت. ساعتها انا كادمنستريتور اللي هضطر ان انا اتدخل وادخل جوه الراوتنج تيبل وامسح المسار ده واحط مسار تاني. واضحه المشكله؟ انما الدايناميك بقى، الدايناميك يعني ايه؟ بسطب سوفت وير على الراوتر. السوفت وير ده من وجهه نظر الراوتر هو اللي يختار انسب طريق. طب هيختار انهي طريق؟ قال لك لا، ما ده بقى الشهر اللي احنا قاعدينه مع بعض كده ان شاء الله في الراوتنج. ايوه. كل راوتنج بروتوكول هندرسه في الكورس بتاعنا باذن الله هلاقيه بيختار طريق غير التاني. في راوتنج بروتوكول بيبص على الطريق اللي فيه عدد راوترز اقل، يبقى هيختار الطريق اللي في النص ده بغض النظر عن سرعته. في راوتنج بروتوكول هيبص على الطريق الاسرع، هيمشي تحت. تمام. طب ما هو ممكن تحت 2 ميج سريع بس في النص مثلا 512 يعمل لي اختناق 512 كيلو. في راوتنج بروتوكول اذكى واذكى، هيبص على الطريق الاسرع بس بشرط ما يعملوش ديلي في النص. فده اللي اقصده. تمام.
يبقى تاني الديناميك في اكتر من راوتنج بروتوكول. المميزات بتاعته او نشوف الاول العيوب، مين اللي فكر انا ولا الراوتر؟ الراوتر. وبالتالي هيعمل لود على البروسيسور على عكس الاستاتيك. تمام. طب مثله بقى في ايه؟ افرض دلوقتي ان انا شغلت راوتنج بروتوكول اختار الطريق ده، وبعد كده الطريق ده وقع مع نفسه كده كام ثانيه كده هيأدبت نفسه بحيث انه يختار تاني انسب طريق. تمام. طب رجع الطريق ده تاني، رجع قام يشتغل تاني، يرجع تاني هو ده اللي اتحط فين في الراوتنج تيبل. يبقى تاني ان جنرال كده عندي ستاتيك ودايناميك. ازاي بيلد الراوتنج تيبل بطريقه ستاتيك ودايناميك؟ الستاتيك مسته ايه؟ اللود على البروسيسور قليل، لان انا كادمن اللي عملت بيلد للتيبل عيبه ان اولا ممكن اكون انا اخترت اختيار غلط، ثانيا ان الطريق اللي انا اخترته لو وقع الشبكه وقعت، انا اللي لازم اتدخل واصلح ده، اشيل الطريق واحط واحد جديد. الدايناميك بقى عيبه بيعمل لود على البروسيسور مسته. ايوه لو انا عندي الطريق اساسا وقع مع نفسه هيبدا يغير المسار بالظبط بطب بالظبط. تمام. طب انت افضل الاستاتيك ولا الديناميك؟ قال لك لا 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 خالص، لا قال لك على حسب السيناريو. بمعنى الاستاتيك ريكومندد مش ماست، ريكومندد وين زيرز اونلي وان باس فروم سورس تو ديستنيشن. لما يكون عندي طريق واحد بس من السورس للديستنيشن يبقى الافضل ان انا اشتغل ستاتيك. بمعنى ايه؟ الطريق ده مش عندي، مش موجود في الراوتنج تيبل، والطريق مش موجود صريف التوبولوجي، والطريق ده مش موجود في التوبولوجي، ما عنديش غير الطريق ده. ايه اللي يخليني اسطب راوتنج بروتوكول يعمل لي لود على البروسيسور طالما هو كده كده طريق واحد بس؟ محدش يقول لي ما هو المفروض اصلا ار واحد يشوف الشبكه دي مع نفسه، ده حته حديده انت اللي لازم تعمل لها كونفيجريشن. حتى لو قدامي مسار واحد بس انا اللي برده لازم اخليه يوصل للشبكه دي. تمام. يبقى تاني لو عندي طريق واحد بس الافضل ان انا اشتغل ستاتيك، لكن انا دلوقتي مثلا لو اشتغلت دايناميك حد هيجرؤ يقول لي لا شغال زي الفل بالظبط. تمام. طيب النوع التاني الدايناميك ريكومندد لو انا عندي اكتر من طريق من السورس للديستنيشن، عشان انا دلوقتي مثلا هيختار طريق فيهم لو وقع يأدبت نفسه عشان يختار واحد تاني. تمام. طب لو انا في التوبولوجي اللي قدامي ده اكتر من طريق وانا اخترت ستاتيك هيقول لي لا شغال، بس كل واحد ريكومندد تستخدمه. حد وقع مني كده في حاجه؟ تمام. اللي هناخده النهارده بقى اللي هو مين؟ الاستاتيك راوتينج. هنعمل لاب بسيط جدا. انا عندي دلوقتي ادي راوتر ادي التاني. ايوه خلاص بقى مفيش باكت تريسر تاني بقى خلاص. تمام. وعندي كاس كمبيوتر واحد التاني. مالك يدي يرفعها تموت ولا ايه؟ هتشرع عليك. كاس اي كاس بي وعندي راوتر واحد وعندي راوتر اتنين. عندي ده دلوقتي هفترض ان انا وصلته فاست زيرو على زيرو وده فاست وان على زيرو، فاست زيرو على زيرو، فاست وان اوفر زيرو. تمام. وافترض ان الشبكة دي شبكة عشرات اوفر 24، دي 11 اوفر 24، دي 12 اوفر 24. تمام. طبعا الراوتر اساسا كنا قلنا قبل كده ان وظيفته ربط شبكات مختلفة، نتورك ايديز مختلفة، عشان كده كل انترفيس على الراوتر ماست يكون في نتورك ايديز مختلفة. ما ينفعش ده مثلا ادي له اي بي 10.0.0.1 وده 10.0.0.5، ما ينفعش. اول اي بي هيقبله اجي احط 10.0.0.5 يروح طالع في وشي كده مديني ايرور يقول لي انت بتعملي اوفرلاب على الراوتر، ما انا كده ضيعت وظيفته. هو اصلا وظيفته ربط شبكات مختلفه. واضحه لغايه دلوقتي؟ تمام. تعالوا نظبط بقى الاي بيهات نشوفها هتتظبط ازاي. انا عاده بفضل في اللاب يعني ادي كاست الكمبيوتر ار بي دوت 100، يبقى ساعتها الجهاز ده هياخد اي بي كام؟ 10.0.0.100. طب الانترفيس ده على ار واحد هياخد اي بي كام؟ 10.0.0.1. اتفقنا ان بديله اي بي نفس رقم الراوتر. تمام. طيب الانترفيس ده على ار واحد هياخد 11.0.0.1 ده 11.0.0.2 ده 12.0.0.2. على فكره لو واحد اوكي بس ساعتها ده الاي بي اللي هتحطه جيت واي هنا بس. تاني هتحسوا بقيمه الكلام ده لما قدام نعمل توبولوجيز كبيره، خصوصا لما توصل لليفل السي سي ان بي والسي سي اي اي، هتلاقي نفسك بتعمل مثلا 15 16 راوتر. لو انت دلوقتي حطيت الاي بي رقم ما هوش نفس رقم الراوتر هتتلخبط، فدي هتساعدك قوي قوي في التوبولوجيز الكبيره قدام.
تمام؟ فافضل ان احنا نخلي ده كام؟ 12002 والبي سي 12001 تمام؟ الهدف من التوبولوجي اللي قدامي ده اني اعمل حاجه اسمها end to end delivery او برضو بنسميها end to end communication. يعني ايه؟ يعني الهدف دلوقتي ان انا اخلي جهاز ايه يقدر يوصل لجهاز بي، ابلغ الاقي الشبكه بتاعتي بينجابل، الاقي الشبكه بتاعتي ايه بينجابل، تمام. بالمناسبه الكلمه الصغيره دي كنا قابلناها اساسا واحنا بنشرح في السمستر الاولاني، وقلت لكم اركنوها دلوقتي هتوضح قوي قوي قدام. كان بيقول لي من ضمن وظائف النتورك لاير انت تو انت ديليفري، ما هو الراوتر شغال في النتورك لاير. الراوتر دلوقتي هو اللي هيقدر يمسك الباكت بتاعه الاي بي من السورس يبعثها للستيشن اند تو اند ديليفري. لو قدرت ان انا ابعت الباكت بتاعه الاي بي من جهاز ايه لجهاز بي، افتكروا كده الاي بي كان بيستخبى في قلبه الابلكيشن، مش الابلكيشن كان بيتعمل له انكابسوليشن جوه التي سي بي او اليو دي بي، بعد كده بيتعمل له انكابسوليشن جوه الاي بي. ما انا لو قدرت ان انا انقل بروتوكول الاي بي من جهاز ايه لجهاز بي، ما هو في قلبه مين؟ الداتا. يبقى انا لو جيت على جهاز ايه بنكت على بي ولقيت الشبكه بتاعتي بينجابل، يبقى ساعتها اتلنت هيشتغل، اس ام تي اس ام تي بي اتش تي تي بي وات ايفر الابلكيشن اللي انا عايز اشغله هيشتغل. واضحه كده؟ طيب جهاز الكمبيوتر جهاز ذكي، بمعنى لو انت جيت دلوقتي على جهاز الكمبيوتر ده قلت له بينج مسافه على 10005 10005 وهو 10001، الاثنين في نفس النتورك اي دي ولا لا؟ ذكي، هيعرف على طول ان الجهاز ده معاه في نفس النتورك اي دي، دايركت هيبعته له عن طريق السويتش، تمام. لكن لو انا قلت له دلوقتي على جهاز ايه بنج على 12001، ايه ده 12، يبقى معنى كده ان ده نتورك اي دي ثانيه، يبقى وهو مغمض هيعرف هيبعت الباكت دي للراوتر. عارف عنوان الراوتر ازاي؟ واحنا بنعرف الاي بيات كانت اول خانه اي بي اللي هو في حالتي 10001، السبنت ماسك في حالتي كام؟ 255255255 صح؟ والخانه الثالثه الديفولت جيت واي، ايه الديفولت جيت واي؟ اي بي الراوتر، الاي بي اللي ناحيتي اللي هيطلعني على بقيه الشبكات الثانيه. يبقى ساعتها الجيت واي على كاز ايه هيبقى كام؟ 10001، الجيت واي على كاز بي هيبقى 12002. اب تو ذيس بوينت حد وقع مني في حاجه؟ تمام. تعالوا نشوف بقى الكلام ده هيتم ازاي. اول ما اوصل للشبكه دي قبل ما اعمل اي حاجه خالص، مجرد ما احط اي بي هات نوشت داون، الاقي الراوتنج تيبل اتبنى لوحده. الله، ما انا لسه قايله دلوقتي من شويه ان انا اللي هبيلد الراوتنج تيبل، صح؟ في جزء يا عبده من الراوتنج تيبل هيتبني لوحده، وفي جزء تاني انا اللي هعمل له بيلد، تمام. تعالوا نشوف كده الجزء من الراوتنج تيبل اللي هيتبني لوحده اللي هو بالشبكات الدايركت كونكتد. شبكات ايه؟ الدايركت كونكتد. يعني ايه شبكه دايركت كونكتد؟ يعني لازقه في الراوتر. يعني لازقه فين؟ في الراوتر، اللي هي شبكه العشرات وشبكه كمان ال11، والاثنين هيصروا في الراوتنج تيبل اساسا بحرف كل دي عطسه مين ده يرحمكم الله، تمام. هيظهر في الراوتنج تيبل بحرف ايه؟ السي. سي اختصار كونكتد، يعني دايركت كونكتد، ماشي يا شباب؟ نفس الكلام بالظبط هيظهر عند ار 2 ان في شبكه اسمها شبكه ايه؟ 11. ايوه نتورك ال 11 وال 12 هيظهروا في الراوتنج تيبل بحرف سي كونكتد. الشبكتين دول هيصاروا امتى؟ بمجرد ما احط اي بي هات على الانترفيسز واعمل انيبل ليها، نو شت داون، ما يكونش شت داون واقول يصير في الراوتنج تيبل، تمام. دلوقتي ار 1 ناقصه ايه في الراوتنج تيبل؟ ال 12 دي بقى انا اللي هعملها بيلد بطريقه ستاتيك. ار 2 ناقصه ايه في الراوتنج تيبل؟ العشرات دي انا اللي هعملها بيلد بطريقه ستاتيك. طب قبل ما اعمل بيلد باي طرق، تعالى دلوقتي نخلي جهاز ايه عايز يوصل لجهاز بي، عايز يبنج عليه، تمام. فهاجي كده على جهاز ايه تحت السي بتاعه، فين مش ده كده شكل البرومت بتاع الدوس؟ قلت له بنج مسافه على 12001 12001 ايه 100. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل.
جهاز ايه هيروح بعت الباكج وهو مغمض الراوتر يقول له الله يكرمك يا راوتر ابعت لي شبكه ال 12 ار 1 حاضر حاضر شبكه ال 12 موجوده في الراوتنج تيبل لا يعمل ايه الرد بقى يظهر ازاي هيقول لك هيروح ظاهر هنا بقى ريبلاي فروم 10001 ان الديستنيشن اللي انت عايزاني اوصلك ليه ان ريتشبل الديستنيشن اللي انت عايزاني او بعتك ليه مش موجود عندي في الراوتنج تيبل يبقى ساعتها عشان الشبكه دي اصلا تظهر في الراوتنج تيبل كان لازم انا اللي اعملها بيلد بطريقه ستاتيك وده اللي احنا هنعمله ان شاء الله ان دلوقتي ساعتها يظهر ان لو عايز اوصل لشبكه ال 12 اللي البريفكس بتاعها اوفر 24 ساعتها هيظهر في الراوتنج تيبل بحرف الاس اس ستاتيك اس ايه ستاتيك تعالوا نشوف تاني ايه اللي هيحصل جهاز الايه هيبعت الباكت لار 1 الله يكرمك لار 1 بعتني لل 12 حاضر هو شايف ال 12 في الراوتنج تيبل شاف اهو ستاتيك يبقى هيقدر يوصل الباكت ولا لا يبقى هيديني ريبلاي ولا لا لا ليه الباكت انا معاكم ان هي وصلت لار 1 تمام وار 1 قدر يوصلها لار 2 وار 2 قدر يوصلها لل 12 بس احنا عارفين ان البنج ده ايكو ريكويست ايكو ريبلاي ايكو يعني صدى تمام يعني انا بعت باكت لبي بي مطلوب منه يرد عليا يديني ريبلاي ريبلاي على الريكوست طب تعال الريكوست فعلا قدر يوصل لجهاز بي خلي جهاز بي بقى مطلوب منه انه يرد على مين العشرات هيروح بعت الباكت لار 2 لانها في نتورك اي دي مختلفه الله يكرمك يا ار 2 رجع لي الباكت دي للعشرات احسن مستنيينها مني ار 2 عشرات دي مش موجوده عندي صح فيظهر ايه بقى في الراوت في الريبلاي لا هيظهر هنا ساعتها ريكوست ايوه تايمد اوت ريكوست ايه تايمد اوت يبقى فرق ما بين ديستنيشن ان ريتشبل وريكوست تايمد اوت ديستنيشن ان ريتشبل الباكت اللي عندي ما قدرتش اصلا توصل للديستنيشن لكن ريكوست تايمد اوت معناها الباكت اللي عندي وصلت للديستنيشن بس الديستنيشن ما عندوش راوت باك ليا مش معنى ان في شبكه ظاهره عندي في الراوتنج تيبل ان الشبكه بتاعتي بيس وزي الفل وبنجابل لا ماست يكون الديستنيشن عنده راوت باك ليا واضحه يبقى انا دلوقتي عشان الشبكه دي تشتغل كان مطلوب مني اعمل ايه اجي عند ار 2 واقول له اسكت ده في شبكه اسمها شبكه العشرات وساعتها هتظهر في الراوتنج تيبل بحرف الاس ستاتيك وساعتها هيقول لي بقى ريبلاي فروم 12.00.100 والشبكة بتاعتي كده خلاص الحمد لله هتبقى بينجابل up to this point حد وقع مني في حاجة؟ تمام دي الفكرة بتاعته تعالوا نشوفوا الكونفيجريشن هتم ازاي ولا اتفه من كده الكونفيجريشن بتاعت النهاردة تافهة جدا فوق ما تتخيل كل اللي فيها ان انا هاجي دلوقتي على ار 1 انتوا سعانين يا عيال من التكييف؟ حرامين؟ لا يعني حاجة وسط ما بين 23 هاجي هنا اقول له اي بي راوت اني لو عايزة اوصل لشبكة ال 12 اللي السبنت ماسك بتاعه صح؟ حاجة من الاتنين بقى يا اما هحدد له الاكزيت انترفيس يا اما هحددها له بالنكست هوب اي بي ادرس نكست هوب اي بي ادرس نمسك بقى كلمه كلمه انا مش هكتب كلمه اكزيت انترفيس انا هحط قيمه الاكزيت انترفيس بمعنى ايه دلوقتي انا هفترض كده ان ار 1 عشان يوصل لشبكه ال 12 في طريق تاني ار 3 عشان اوصل لشبكه ال 12 مش قدامه طريقين اهو ده مثلا فاست 1 على 0 وعندي انترفيس تاني اللي هو سيريال 0 تمام انا دلوقتي في حالتي عايزه اطلع من انهي انترفيس اروح لل 12 فاست 1 على 0 يبقى مش هكتب هنا كلمه اكزيت انترفيس هكتب هنا قيمه الاكزيت انترفيس اللي هو في حالتي فاست 1 على 0 واضحه تمام دي طريقه الطريقه الثانيه ان انا بحدد له النكست هوب اي بي ادرس هي كلمه هوب كترجمه معناها ايه قفزه نطه صح
مين هو الديفايس اللي بينططني من نتورك لنتورك تانية خالص؟ الراوتر. صح، الراوتر بصفة عامة. صح، عشان كده الراوتر دايما بسميه هوب. انا ما باجيش على كاس كمبيوتر او سويتش اسميه هوب. مين دايما اللي بسميه هوب؟ الراوتر. نقرا تاني كده مع بعض. انا لو عايز اوصل لشبكه ال12 اللي السبنت ماسك بتاعها كذا، هرمي على الاي بي الهوب اللي بعدي. انا على ار1، مين الهوب اللي بعدي؟ ار2. بس هو عايز ايه من ار2؟ الاي بي بتاعه. صح، مش اسم الانترفيس، عايز الاي بي بتاعه. يبقى هنا على ار1 هقول له ان عشان اقدر اوصل لشبكه ال12 مين هو النكست هوب؟ ايوه 11002 11002. ايه دايما لما اكون بتكلم عني انا بتكلم بالاكزت باسم الانترفيس، دايما لما اكون بتكلم عن جاري بتكلم بالاي بي بتاع جاري. اصل انا ما اعرفش اساسا اسم الانترفيس اللي عند جاري ايه، لكن انا اعرف الاي بي بتاع جاري ايه. ها واضحه كده؟ تمام كده الشبكه بتاعتي بينجبل. لا ناقصني ايه؟ ايوه اجي عند ار 2 في الكونفيجريشن مود واقول له اي بي راوت اني لو عايز اوصل لشبكه اللي السبنت ماسك بتاعه هطلع من، ها حد يقول لي بقى، يا اما فاست زيرو على زيرو، او الطريقه الثانيه كم؟ 11001 11001 ايه؟ الاي بي بتاع الهوب اللي بعدي، ده اللي هيوصل لي للنتورك اللي بعديها. ها حد تاني مني كده في حاجه؟ تمام تعالوا نقوم بقى التوبولوجي ده كده. ادي ار1 ادي ار2. في حاجه بقى انا علمتكم اساسا ازاي ان انت بتربط الراوتر بكارت الشبكه الحقيقي بتاعي، بس المره دي انا مش محتاجه كارت واحد بس او جهاز واحد بس، انا محتاجه المره دي ايه؟ جهازين كمبيوتر. صح، وطالما انا محتاجه جهازين كمبيوتر اتصرف ازاي؟ اضيف كارت وهمي على مايكروسوفت. ما هو حتى لو عملت كده هي السي ام دي واحده، هبنج من اني لاني. صح، وعلشان كده في ام سوري جي ان اس عملوا لي حركه حلوه قوي، عملوا لي حاجه اسمها فيرتشوال بي سي. هو انا محتاجه ايه في البي سي ده؟ انا محتاجه شاشه السي ام دي بس عشان اتس عليها بالبنج، ولا محتاجه حاجه ثانيه؟ ده انا عايزه بنج بس. صح، فالفيرتشوال بي سي ده عباره عن جهاز كمبيوتر، حاجه سيمبل قوي قوي وهمي طبعا، حاجه سيمبل قوي قوي قوي، جاست بس في اوامر بيزك بسيطه جدا زي مثلا ايه؟ البنج. وده اللي انا عايزه تست بيه مش اكتر. تمام، فده اللي هنشتغل عليه ان شاء الله. ادي فيرتشوال بي سي وادي الفيرتشوال بي سي الثاني. تمام، نوصلهم بقى كده ببعض. فاست 0 على 0، فاست 1 اوفر 0، فاست 0 على 0، فاست 1 اوفر 0 لجهاز الكمبيوتر. اصر الانترفيسز واقوم الراوترز ونصبر كده شويه على البروسيسور لما ينزل. عايزين نكونكت على الراوترز، نكونكت من هنا. لا بقى احنا اشتغلنا سكيورتي ار تي بقى. صح، طيب اول حاجه كده نيجي على البي سي الاول. شباب شباب، اول حاجه ده بقول لكم شكل الفيرتشوال بي سي. عايزه اديله اي بي ادرس، حاجه سيمبل قوي، هقول له اي بي ان عايزه اديله اي بي 10.0.0.100 اللي السبنت ماسك بتاعه. لو قلت له انتر مش هيبقى في جيت واي، لكن انا عايزه اديله جيت واي انتر. بتشيك فور دوبليكيت ادرس، هنا هقول له ان الاي بي بتاعي 12.0.0.100 اللي السبنت ماسك بتاعه. صح، والجيت واي بتاعي 12.0.0.2. عايزه تشيك على الاي بي، سمبلي هقول له شو اي بي، قال لي ان الاي بي بتاعي 12.0.0.100 على بريفكس 24، الجيت واي بتاعي كذا، وده مين؟ الماك. عشان الراوتر اللي انا هديله اتنين يا رقم الراوتر اب تو يو، ما انا لسه قايله ممكن تديله دوت واحد وساعتها الراوتر تديله دوت واحد. بص يا شمال، بص يا شمال، ممكن تديله دوت واحد، تدي هنا دوت واحد والجيت واي ساعتها هيبقى هنا دوت واحد. واغلب الادمنستريتورز دايما لما بيظبطوا الجيت واي بيخلوه اول اي بي في الشبكه او اخر اي بي في الشبكه.
بس زي ما قلت لك هتحس بقيمه الكلام ده قدام لما تيجي تعمل توبولوجيز كبيره. ده في اللاب انفايرمنت. انا ما قلتلكش ده نفس السيناريو اللي تمشي فيه في البرودكشن. انا معاك ان في البرودكشن الجيت واي عاده بيبقى ايه؟ اول اي بي او اخر اي بي، تمام؟ انما في اللاب انفايرمنت هتحس بقيمه الكلام ده لما تكون بتعمل مثلا لاب كبير فيه 10 15 راوتر. فانت دلوقتي جيت تبنج على اي بي لقيت مثلا اخره دوت 5. طب دوت 5 ده مين؟ وانت مغمض هتبقى بدل ما تدور عارف ان دوت 5 هو ار 5. واضحه؟ تمام. تعالوا بقى دلوقتي على الراوترز يا شباب، ناس الرغايه، نحط بس اي بيهات كده. هدي مديني بقى الانترفيس الاولاني سنت 0 على 0 اي بي ادرس، صح؟ خلاص. وبعد كده نو شت داون، والانترفيس اللي بعديه باس 1 اوفر 0 ماشي. ها اي بي ادرس كام؟ 11001 ونو شت داون. الراوتر الثاني ار 2 0 على 0 اديله اي بي ادرس 11002 ونو شت داون. والانترفيس الثاني فاست 1 اوفر 0 اديله اي بي ادرس 12002 ونو شت داون. تمام كده انا حطيت الاي بي هات. تعالوا بقى دلوقتي اول امر جديد هنشوفه مع بعض، الراوتنج تيبل. ازاي بشوف الراوتنج تيبل؟ من امر شو اي بي راوت. شو اي بي يا شباب؟ راوت. انتر. لقيته بيقول لي دلوقتي ان هو شاف شبكه العشرات اوفر 24، بيقول لي ان الشبكه دي دايركتلي كونكتد، حتى ظهر بحرف السي. سي هو معناه كونكتد، عشان قدام هنشوف الاس ستاتيك ان شاء الله. تمام. وعشان اوصل للشبكه دي هطلع الباكت عندي من بس 0 على 0 اهو، صح؟ طيب وشفت كمان ال 11 اوفر 24 بحرف السي دايركتلي كونكتد من خلال فاست 1 على 0. هو انا دلوقتي شغاله فيرجن كام؟ اي اس فيرجن كام؟ 15.3 اهو. شو فيرجن، لقيت ان انا شغاله فيرجن كام يا شباب؟ 15.3. كان لغايه اي او اس 12.4 كان بيظهر في الشبكه بتاعتي حرف السي بس. ابتداء من فيرجن 15 بقى الشبكه ذات نفسها بتظهر بحرف السي، والاي بي ذات نفسه بتاع الانترفيس بيظهر بحرف ال 10001. مش هو ده كده الاي بي؟ سيبوكم من اوفر 32 ده هناخدها كمان محاضرتين ان شاء الله. تمام. يبقى تاني الشبكه ذات نفسها شايفاه بحرف السي، والاي بي ذات نفسه شايفاه بحرف ال ال، وهنا برضو الاي بي 11001. مين اللي ميسنج عندي هنا؟ ال 12، صح؟ قبل ما نعمل بقى الشبكه دي، لو انا جيت دلوقتي على بي سي 1 وقلت له بنج على 12001 بليز، قال لي ايه؟ ديستنيشن انريتشبل. تمام. بيقول لي ان الرد جالي من 10001 ان ديستنيشن انريتشبل، طبعا نظرا لان ده فيرتشوال سويتش شكل الاوتبوت مختلف عن الجهاز الحقيقي شويه، فيرتشوال بي سي اس فشكله مختلف عن الجهاز الحقيقي شويه. في الجهاز الحقيقي زي ما قلنا كان هيظهر ريبلاي فروم 10001 نقطتين فوق بعض ديستنيشن انريتشبل. يبقى انا دلوقتي محتاجه اعمل ايه عشان الشبكه دي تقوم؟ ايوه هاجي هنا اقول له اي بي راوت ان لو عايز اوصل لشبكه ال 12 ان السبنت ماسك بتاعها كذا، يا اما استخدم الاكزيت انترفيس يا اما استخدم النكست اوف اي بي ادرس. استخدم مين؟ ده اللي سيناريوهات وده اللي سيناريوهات، هناخدها النهارده في اخر اليوم باذن الله السيناريوهات بتاعت كل واحد والافضل تشتغل بمين. بس لغايه ما ناخد الكلام ده في اخر اليوم ان شاء الله هستخدم المره دي الاثنين، مره كده ومره كده. تعالوا المره دي استخدم الاكزيت انترفيس اللي هو ها فاست 1 اوفر 0، صح؟ تعالوا كده بقى نشوف هنا شو اي بي راوت. لقيت فعلا ان ظهر عندي شبكه ال 12 تمام بحرف اس ستاتيك. هو ايه ده؟ بيقول لي از دايركتلي كونكتد؟ هي دايركتلي كونكتد؟ لا ده ستاتيك، بس نظرا لان انا استخدمت الاكزيت انترفيس بيعتبرها كانها دايركتلي كونكتد، بس ما اهتمش بالكلمه دي، اهتم بدي اس ستاتيك. وعشان اروح للشبكه دي هطلع الباكت عندي من فاست 1 اوفر 0.
ايه رايك لو جيت ابنج ريكوستات؟ ريكوست سايند اوت صح، مفيش راوت باك. تمام، يبقى عشان دلوقتي الشبكه بتاعتي تبقى بينجابل كان لازم اجي على ار 2 واقول له اي بي راوت، اني لو عايز اوصل لشبكه العشرات اللي السبنت ماسك بتاعي كذا. انا مره استخدمت الاكزيت انترفيس، تعالوا المره دي استخدم النكست هوب اي بي ادرس. مين النكست هوب اي بي ادرس؟ 11001 صح، 11001. انا لو استخدمت اصلا 11002 هيرفض، لان ده الاي بي بتاع الراوتر ذات نفسه، يا اما اسم الانترفيس اللي عندي يا اما الاي بي بتاع اللي بعدي. تمام، انتر. لو جيت دلوقتي قلت له هنا على بي سي 1 بينج، تادا، اول شبكه بينجابل عملنا لها بيلد مع بعض. في ريبلاي ولا لا؟ طالما في ريبلاي شغل الابلكيشن اللي على مزاجك، تلنت، اس اس اتش، اس ان تي بي، اتش تي دي بي، واتر. في اي مشاكل في الجزء ده؟ تمام، تعالوا بقى نكبر الدنيا شويه. نكبر الدنيا دلوقتي. ار 2 انا افترض الاول ان ار 1 ده الراوتر بتاع الكاستمر، تمام، وان ار 2 ده الراوتر بتاع الاي اس بي السيرفيس بروفايدر. تمام، هو السيرفيس بروفايدر بيربطني بشبكه ولا 2 ولا 3؟ بيربطني بالانترنت صح. فانا هفترض دلوقتي ان عنده مجموعه كمان من الشبكات، اللي هي على سبيل المثال شبكه ال 13 اوفر 24، شبكه ال 14 اوفر 24، شبكه ال 15 اوفر 24. ظهر اهي مجموعه كمان من الشبكات. تمام، حتى هذه اللحظه اللي انا عملت له بيلد على ار 1 انه شايف ايه؟ ال 12 بس، وبالتالي لو جيت من جهاز ايه ابنج على ال 13 او ال 14 او ال 15 انريتشبل، ديستنيشن انريتشبل. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ اجي على ار 1 واقول له خد بالك ده في شبكه اسمها 13، خد بالك ده في شبكه اسمها 14، خد بالك ده ايه وجع القلب. السيرفيس بروفايدر مش رابطني بشبكه ولا 2 ولا ب3، ده رابطني بالانترنت صح. هاجي على ار 1 اعمل عليه ستاتيك راوت بيشاور على كل شبكه على الانترنت، مش منطقي. وعشان كده فكروا قالوا طب ما نعمل كده كونفيجريشن ثانيه اسمها ديفولت راوت. ديفولت ايه فكره الديفولت راوت؟ معناها ان انا باجي على ار 1 اكتب عليه امر كده بطريقه معينه، بقول له فيه بص في الراوتينج تيبل، لو في ماتش حلو قوي، لو مفيش ماتش ارمي على اللي بعدك واللي بعدك يتصرف. ارمي على ايه؟ اللي بعدك واللي بعدك يتصرف. طب في حالتي لو انا جيت فعلا على ار 1 عملت عليه ديفولت راوت، جهاز ايه هيحاول يوصل للشبكه دي؟ يبعت لار 1، ار 1 انا قايله له ارمي على مين؟ على ار 2. ار 2 في حالتي هيعرف يتصرف ولا لا؟ لانه شايف ال 13 وال 14 وال 15 دايركت كونكت، شايف الثلاثة ايه؟ واضحة كده؟ طيب تعالوا دلوقتي اكبر الدنيا شوية. هفترض ان ار 3 اسف ار 2 كونكتد هنا بار 3، وان عنده هنا شبكة 16 اوفر 24. تمام؟ تعالى دلوقتي اعمل ديفولت راوت من ار 1 يبنج او يوصل يرمي على ار 2، وتعالى من البي سي بنج على 16، الباكت هتوصل لار 1، ار 1 هيرميها على ار 2. ار 2 شايف ال 16؟ لا، هيسهر على جهاز اي اي ريبلاي فروم 11002 ان الديستنيشن انريتشبل، لان المره دي اللي رد عليه مش الجيت واي بتاعه، المره دي اللي رد عليه ار 2. اللي رد عليه مين يا شباب؟ ار 2. تمام، طب انا عايز ار 2 يوصلني لل 16، اب تو يو بقى، يا اما ان انت تعمل عليه ستاتيك راوت يشاور على 16، او ديفولت راوت يرمي على ار 3 وار 3 يتصرف. في حالتي ار 3 هيعرف يتصرف. ها ديفولت راوت ده موال عشان ممكن يبقى ازيد من كذا راوت. ماشي، احنا بنشرح كله يعني مش فارقه. تقصد هنا دايناميك؟ لا، لان الاكزيت انترفيس واحد بس برضه، ولا انا عندي اكتر من مسار؟ لا واحد. يبقى الافضل ستاتيك ديفولت راوت للدقه. ها واضحه كده؟ طيب اعمل الكونفيجريشن ازاي؟ ولا اتفه من كده. هاجي على ار 1
واقول له اي بي راوند اني لو عايز اوصل لاي حد اللي الصمنت ماسك بتاعه اي حاجه هرمي على يا اما الاكزيت انترفيس يا اما النكست هوب اي بي ادرس اللي هو في حالتي 11.0.0.2 بالذمه. في اتفه من كده؟ 0.0.0 معناها اي شبكه اللي الصمنت ماسك اي حاجه. تمام. اللي بيحصل بقى للدقه ان جهاز الكمبيوتر هيبعت للراوتر. الراوتر الاول هيدور في الراوتس السطور اللي موجوده عادي، يعني مثلا في حاله ال 12 لقاها فهيبص فعلا يطلع ازاي. لكن لو لقى دلوقتي اساسا شبكه مش موجوده عنده في الراوتنج تيبل هيبص كده عنده ديفولت راوت ولا لا. الديفولت راوت بيظهر عنده بالمنظر ده اس ستور ظهر عنده ايه؟ ده كده ديفولت ستاتيك راوت يا عبده، لانه قدام ان شاء الله هنشوف او مش في الكورس بتاعنا بس يعني في حاجات تانية قدام ديفولت او اس بي اف راوت وديفولت ايه في هيصه قدام ان شاء الله، فخلينا كده ايه ماشيينها واحده واحده. ماشي يا صلاح ايه باشا ماشي تمام كده. فالمهم تاني في اسهل من الكونفيجريشن دي، تعالوا نطبقها. انا محتاجه دلوقتي اجي على ار 2 اعمل عليه شبكه 13 و14 و15. بس لو تاخدوا بالكم الراوتر ده اصلا كان عليه كام انترفيس؟ استهلكت منهم اتنين الدقالي واحد بس، اعمل ايه؟ وكايه مثلا او مش شرط وكايه موديول يكون فيه فاست ايثرنت، لان لو تفتكر كنا قلنا وكايه دي معناها ان ده الانترفيس كله سيريالات. تمام؟ طيب في حاجه احسن؟ مش انتوا عارفين يعني ان الكابل بيدخل على سويتش والسويتش بيوزع على اجهزه كمبيوتر وكده؟ متهيألي الحاجه دي حاجه تافهه قوي، يعني احنا عندنا الكلام ده من زمان صح؟ انا عايزه اتست بس ان شبكه 13 وال 14 وال 15 هيظهروا في الراوتنج تيبل ولا لا، ده اللي انا انترستد فيه، مش انترستد بقى ان انا اقعد اظبط اي بي هات وسويتشات واربط على البورت والكلام ده كله. عشان كده سيسكو خدمت معايا قوي 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 وقامت عامله لي اساسا كونفيجريشن على الراوتر حاجه اسمها لوب باك. حاجه اسمها ايه؟ اللوب باك ده عباره عن انترفيس وهمي دازنت اكزيست على ارض الواقع. فاكرين اللوب باك اللي عملناه في مايكروسوفت؟ الانترفيس الوهمي؟ لا مش اللوباك ادرس، اللوباك انترفيس. تمام؟ ده نفس الفكره بالظبط بس مع الفارق، اللوباك انترفيس اللي على مايكروسوفت ما بيتذاعش بره. تمام؟ لكن اللوباك على سيسكو بيتذاع بره وزي الفل. حتى هذه اللحظه وكمان محاضرتين قدام او ثلاث محاضرات قدام باذن الله هنستخدمه كتست. بعد كده هنكتشف ان سيسكو بتستخدمه في استخدامات مهمه جدا، مش كتست بس، لا ده ليه استخدامات مهمه قوي. فبالمره نتعلم ايه ازاي ان احنا نعمله. تمام. فانا دلوقتي عشان دلوقتي اكريت الانترفيس اللوب باك ده، هو انا الاول كنت ازاي بحط اي بي على انترفيس حقيقي؟ بنزل تحت الانترفيس وبعد كده اقول له اي بي ادرس. نفس الفكره بالظبط، هقول له هنا انترفيس لوب باك. بص لو استخدمت الهيلب شوف من حقي ان انا اكريت كام انترفيس وهمي؟ 2 مليار وشويه. 2 مليار وشويه. تمام؟ حط الرقم اللي انت عايزه. تمام؟ هي سيسكو ليه مدياني الرقم الضخم قوي ده؟ بالمناسبه انا لو فكرت اصلا ان انا اكريت عشر الرقم اللي قدامكم ده، ما كل ده بيحجز مساحه من الميموري. تمام؟ لو فكرت اصلا ان انا كريت عشر الرقم ده الميموري بتاعت الراوتر هتخلص قبل ما اوصل لعشره. يا سلام، امال ليه سيسكو مبحبحها قوي قوي كده؟ عشان يبقى فيه فليكسبيليتي في اختيار الاسم. اللي عايز يسميها انترفيس لوب باك زيرو، اللي عايز يسميها انترفيس لوب باك مليون، اب تو يو. انا عن نفسي بحب اربط الحاجات ببعضيها، عشان كده هسميه انترفيس لوب باك 13 14 15، لكن مش ماست، براحتك. تمام؟ هقول له دلوقتي انترفيس لوب باك كام؟ بص اول لما اضغط انتر ايه اللي هيحصل؟ لا ما اقصدش، طلع لي سيس لوج قال لي ان الانترفيس بقى اب. هو انا قلت له نشط داون؟ ميزه الانترفيس الوهمي كمان ان دايما حالته اب الا اذا انا كادمن دخلت جواه وقلت له شط داون. مثل الانترفيس الوهمي دايما في ايه؟ ان دايما حالته اب الا اذا انا اللي وقعته. تمام؟ ودي حركه حلوه قوي، لان لو كنت دلوقتي وصلت البورت ده يعني بسويتش وبجهاز بقى والكلام ده، تمام؟ الكابل ده لو حصل مثلا عليه اللوزن، لو مهزوز اتفك مش عارفه ايه، ساعتها حاله الانترفيس هيبقى داون، وطالما داون مش هيصير في الراوتنج تيبل.
انما الانترفيس الوهمي ده ملهوش وجود. عمرك ما هتمسك الراوتر وتبص على ظهره تلاقي انترفيس له باك، فدايما مستو قايم ما بيقعش الا اذا انا كادمن قلت له شوت داون. واضحه كده؟ تمام. هديله بقى اي دي ادرس، اتفقنا على كام؟ 1300 رقم الراوتر، ما حدش يقول لي في الاخر زيرو، زيرو ده النتورك اي دي. تمام. اللي بعديه انترفيس لوب باك 14، وادي له اي بي ادرس 14، لوب باك 15، وادي له اي بي ادرس كام؟ 15. مش دي كده انترفيس دايركت كونكتد؟ يعني معنى كده ان لو جيت على الراوتر قلت له شو اي بي انترفيس بريف وحالتها لوحدها بالظبط، وطالما اب لو قلت له شو اي بي راوت ادي ال 13 دايركت كونكتد، ال 14، ال 15. حتى هذه اللحظه لو جيت على البي سي قلت له بينج على ال 13 مين اللي رد؟ ماشي، مين اللي رد؟ 10001 اللي هو ار 1. تمام. اعمل ايه بقى؟ هاجي على ار 1 واقول له اي بي راوت، ان لو عايز اوصل لاي حد ان السبنت ماسك بتاعه اي حاجه، يا اما الاكزيت انترفيس يا اما النكست هوب اي ادرس، لغايه ما في اخر اليوم النهارده ان شاء الله اعرف الافضل ايه. فمثلا هفترض ان انا هعمله بالنكست هوب اي ادرس اللي هو 11002. تمام. لو قلت له المره دي شو اي بي راوت انتر ها فور. تمام. سيبوكم من الرقمين دول بس ركزوا في شكلهم عشان المحاضره الجايه باذن الله هنبدا بيهم الشرح، عشان لما اجي المره الجايه اقول لكم فاكرين الرقمين هتقولوا لي لا. ماشي. فيا مين برمي على مين؟ ظهر في الراوتنج تيبل ديفولت ستاتيك راوت. قبل ما نتست بقى بصوا كده الراوتنج تيبل القديم كان في سطر هنا بيقول لي جيت واي اوف لاست ريزورت از نوت سيت. لاست ريزورت كترجمه معناها الملاذ الاخير، كترجمه معناها ايه؟ الملاذ الاخير. تمام. ايه الملاذ الاخير ده؟ ما احنا اتفقنا تاني ان الراوتر بيبص في السطور بتاعه الراوتنج تيبل، لقى ماتش زي الفل، ما لقاش يبدا يبص ان كان عليه ديفولت راوت ولا لا. تمام. بصوا هنا بقى المره دي قال لي ايه؟ جيت واي اوف لاست ريزورت الملاذ الاخير ليكي هو 11002 عشان توصلي لاي حد. تمام. طيب الراوتنج تيبل اللي قدامي فيه 13 او 14 او 15، بس لو جيت من البي سي وجيت بنكت على 13 زي الفل، لو جيت بنكت على ال 14 تمام، لو جيت بنكت على 15 خلاص انا بضغط كنترول سي بس لان احنا شفنا ان في ريبلاي. تمام. لو جيت بنكت على 16 مين اللي رد عليا؟ انهي راوت؟ ها 11002 اللي هو ار 2 رد عليا قال لي سوري الديستنيشن الديستنيشن ايه؟ unreachable. ايه رايكم في الديفولت راوت؟ ممتاز صح؟ كل الراوترز اللي عندنا في البيت عليها ديفولت راوت. اصل بالمنطق كده حته العلبه البيضاء دي اس ال مودم اللي بيهنل ثلاث مرات في اليوم ده فطار وغدا وعشاء ده. تمام؟ عنده اصلا راوتس لكل الاماكن اللي او لكل الشبكات على مستوى العالم؟ تمام. عليه ديفولت راوت بيرمي على السيرفيس بروفايدر وبعد كده السيرفيس بروفايدر هو اللي بيصرف. الميموري بتاعته مش هتستحمل، فدايما انا برمي على اللي بعدي واللي بعدي هو اللي بيصرف. الديفولت راوت ممتاز جدا صح، ورغم كده انا لو ما عملتلهوش كونفيجريشن صح هلاقي نفسي لبست في الحيطه. ليه بقى؟ تعالوا بصوا كده السيناريو ده. انا حبيت ان انا استسهل شويه فجيت على ار 1 وقلت له اي بي راوت، اني لو عايز اوصل لاي حد اللي السبنت ماسك بتاعه اي حاجه هطلع الباكت من فاست 1 على 0. واستغبيت وجيت على ار 2 وقلت له اي بي راوت، اني لو عايز اوصل لاي حد اللي السبنت ماسك بتاعه اي حاجه هطلع الباكت من فاست 0 على 0. تعالوا نمشي بقى كده واحده واحده. الباكت عايزه تروح لشبكه ال 13. 13 مش موجوده في الراوتنج تيبل بس في عندي ايه؟ ديفولت راوت. فالباكت هتوصل لار 1، ار 1 هيروح باعتها لار 2، ما انا قايله له ارمي على ار 2، ار 2 هيتصرف خلاص اصل 13 شايفها. طب تعالى بقى
لا لان 13 اوريدي هنا اكزيست موجوده تمام. لكن تعالى بقى دلوقتي احمد قول له بنج احمد صح انا هيثم معلش سوري هيثم. تعالى بقى دلوقتي بنج على شبكه ال 16 ما هو ار 2 مش شايف ال 16 تمام. الباكت هتروح لار 1 ار 1 انا قلت له ارمي على ار 2 ار 2 انا قلت له لو في حاجه عندك مش موجوده في الراوتنج تيبل ارمي على وار 1 قلت له ارمي على وار 2 قلت له ارمي على ايوه تصادم لا تصادم حصل حاجه اسمها راوتنج لوب حاجه اسمها ايه راوتنج لوب الداتا هتفضل رايحه جايه كده الى ما لا نهايه لا تمام. هو طبعا كديزاين غلط كديزاين اللي انا عملته ده غلط. خلي دايما الديفولت راوت يكون في اتجاه واحد بس بمعنى انت جيت على ار 1 خليته يعمل ديفولت راوت او يرمي ديفولت راوت على ار 2 ار 2 لو هتخليه لو هتعمل عليه ديفولت راوت يرمي على ار 3 اوعى تخليه يرمي تاني على ار 1 بس انا غلطت غلطه مصيبه زي دي ووقعت فيها الراوتر هيتصرف ازاي؟ قال لك حتى لو غلطت الراوتر بعد فتره هيوقع الباكت عشان ما تفضلش رايحه جايه الى ما لا نهايه. ازاي بقى؟ فاكرين البنج لما شرحناه؟ شرحناه بالتفصيل مع القيمه دي صح؟ التي تي ال قلت لكم اصبروا هناخدها في اول يوم في السمستر الثاني. التي تي ال اختصار تايم تو ليف اختصار ايه؟ تايم تو ليف هو مش تايم هو مش تايم الرقم ده بيتمثل في 8 بت وده رقم موجود اساسا قيمه موجوده في الهيدر بتاع بروتوكول الاي بي تمام؟ الرقم ده بيتمثل في 8 بت يعني من 0 لغايه 255 فالباكت عندي بتبدا اصلا من 255 تمام؟ وصلت هنا بقت كام؟ 254 رجعت لي تاني عشان كده ظهرت هنا بكام؟ 254 طب لو حصل لوب 254 253 252 كل هوب كل نطه او كل راوتر بنط عليه قمت التي تي ال بتقل مقدار واحد بتقل مقدار ايه يا شباب؟ واحد لغايه ما توصل للزيرو الباكت تضرب. فالراوتنج لوب حاجه خطر بس لو حصل راوتنج لوب لا قدر الله التي تي ال هتحميني منها على عكس السويتشنج لوب قدام باذن الله لما نشوفه في السمستر الثالث لو حصل لو حصل اصلا سويتشنج لوب ملوش حل لو حصل عشان كده هنتعلم ازاي اصلا ما تحطش نفسك في السيناريو ان يحصل اساسا سويتشنج لوب. في اي مشاكل في الجزء ده؟ تمام استريحوا بقى ربعيه كده ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اعرف بقى مين الافضل ان انا اشتغل اكزيت انترفيس ولا نيكست هوب اي بي ادرس ده لي سيناريوهات ودي لي سيناريوهات ثانيه تمام. بمعنى انا عندي اهو تاني شباب امتى استخدم الاكزيت انترفيس؟ قال لك لما اكون شغاله التوبولوجي اللي هو نوع بوينت تو بوينت. بوينت تو بوينت يعني ايه؟ معنى ايه؟ يعني ده مثلا ار واحد وده ار اثنين متوصلين بايه؟ سيريال. اللي قدامكم ده ده بوينت تو بوينت؟ لا ما هوش كونكتد بكابل السيريال ده تكنولوجي فاست ايثرنت. ماشي يا ابراهيم معايا؟ طبعا معايا؟ ماشي ممكن نقول ايه؟ ظريف ظريف؟ ده اسم الدلع؟ التالت؟ ماشي تمام يا شباب معايا؟ طيب دلوقتي هنا قلنا تاني كلمة بوينت تو بوينت معناه ان تو راوترز كونكتد بمين؟ بالسيريال. فانا افترض ان دي شبكه عشرات اوفر 30 ريكومندد اوفر 30 لان هو اصلا الحوار كله تو راوترز وعايز اوصل لشبكه ال 11 اوفر 24. هنا بقى ينفع الطريقتين سواء الاكزيت انترفيس او النكست هوب اي بي ادرس الاثنين شغالين لكن الريكومندد الاكزيت انترفيس. انا ممكن اشتغل اكزيت انترفيس ساعتها هاجي على ار 1 واكتب هنا ايه؟ ان لو عايز اوصل لشبكه ال 11 هطلع الترافيك من سيريال 0 او اقول له النكست هوب اي بي ادرس اللي هو في حالتي هيبقى 10 0 0 2 صح؟ طيب اللي بعدي ادي افضل. بصوا كده الراوتر ار 1 هيفكر ازاي؟ انا لو عايز اوصل لشبكه ال 11 هطلع الترافيك من سيريال 0 بس خلاص. الراوتر بص في الراوتنج تيبل كم مره؟ مره واحده بس. طب لو انا كتبتها له بالطريقه الثانيه انا لو عايزه اوصل لشبكه ال 11 هرمي على 10002 وعشان اوصل ل 10002 هطلع الباكت عندي من سيريال 0 بص في الراوتنج تيبل كم مره؟
مرتين، وطالما بص مرتين بيعمل لي حاجه اسمها ريكيرسيف لوك اب. ريكيرسيف ايه؟ لوك اب، بحث متتالي جوه الراوتنج تيبل. بحث متتالي جوه مين؟ حته انه يبص اكتر من مره جوه الراوتنج تيبل بيجي عند بوينت معينه ممكن يسبب لي اساسا فراوتنج لوب على الراوتر. لو حصل تو ماني ريكيرسيف لوب بيتسبب في ايه؟ ريكيرسيف لوك اب اصلا، ده هيسبب لي فراوتنج لوب. تمام؟ فالافضل في السيناريو ده الاثنين شغالين، بس الافضل في السيناريو ده الاكزيت انترفيس. تعالوا نجرب ده كده. لما جيت هنا على ار واحد لو تفتكروا، لما كنت عايزه اوصل لشبكه ال 12 ده ار واحد، استخدمت ايه؟ الاكزيت انترفيس. فبص فكر ازاي، انا لو عايز اوصل لشبكه ال 12 هطلع الترافيك من تاسكون على زيرو، بص في الراوتنج تيبل مره واحده. انما على ار 2، ار 2 لو تفتكروا كنت عشان اوصل لشبكه العشرات، تمام، استخدمت النكست اي بي ادرس. يبقى انا دلوقتي لو عايز اوصل للعشرات هرمي على 11001، واصلا عشان اوصل لشبكه ال 11 هطلع الترافيك من فاست 0 على 0. بص في كام سطر؟ سطرين، يبقى تسبب لي في ريكيرسيف لوك. تمام، ده السيناريو الاولاني. السيناريو الثاني اللي هو النكست هوب اي بي ادرس. ايه النكست هوب اي بي ادرس ده بقى؟ او مناسب يعني لانهي شبكات؟ قال لك ده مناسب اكتر للشبكات اللي هي البرودكاست، وده بقى مش ريكومندد، ده ماست. ده مش ريكومندد هنا يا شباب، ماست ان انا استخدم البرودكاست. اسفل النكست هوب اي بي ادرس. ايه الاول شبكات البرودكاست دي؟ قال لك ده معناه ان عندي سويتش، والسويتش ده موزع على راوترز. ادي راوتر، الثاني، الثالث، الرابع، تمام، ادي ار واحد، ار اتنين، ار تلاتة، ار اربعة. وافترض مثلا ان الانترفيس دي كلها هنا فاست زيرو على زيرو، والسويتش ده او الشبكه دي هفترض ان هي 10 اوفر 24، وعايز اوصل لشبكه ورا ار 3 اللي هي 11 اوفر 24. تمام، لو انا جيت دلوقتي على ار 1 عايز اوصل لشبكه ال 11، لو انا استخدمت الاكزيت انترفيس هقول له طلع لي الباكت من فاست زيرو على زيرو، تروح فين؟ تروح فين؟ الدنيا هتتعك. فهنا غصب عني لازم استخدم ايه؟ النكست هوب اي بي ادرس. حدد له الاول اني هوصل لعشرات 002 او 3 اسف، ده اللي هيوصلني ل 11000. واضحه؟ طيب ثانيه واحده، التوبولوجي اللي قدامي ده بوينت تو بوينت ولا بروكست؟ احنا لسه قايلين ان هو بوينت تو بوينت، لسه قايلين كده برودكاست، ما تكنولوجي ايثرنت، فاست ايثرنت، يبقى بروكست. تمام، ورغم كده في راوتر منهم انا استخدمت فيه الاكزيت انترفيس واشتغل، صح؟ هو هيشتغل في حالة اي بي فيرجن 4 في شبكات البروكاست، في حالة اي بي فيرجن 4 هيشتغل، مش هيقول لا. بس انا كده بعمل لود على البرفورمانس، امباكت على البرفورمانس. بمعنى ايه؟ فاكرين بروتوكول الارب؟ الارب ده كان بيعمل ايه؟ برودكاست في الشبكه. فساعتها ار واحد لو عايز يوصل لاي شبكه ورا ار 3 هيروح عامل برودكاست في الشبكه عشان يعرف مين هو الماك اللي هيوصله. تمام، لكن لو انا كنت اشتغلت الشبكه دي بدل ما هي اي بي فيرجن 4 اشتغلت اي بي فيرجن 6، مش هتنطق، لازم غصب عني اشتغل نيكست هوب اي بي ادرس، الا باكسترا كونفيجريشن. في اكسترا كونفيجريشن ممكن اعملها اخليه يشتغل بالاكزيت انترفيس. لو ما نشوفها باذن الله هتقول يا ايه الخنقه دي، ايه العك ده، لا يا عم نشتغل بالنيكست هوب احسن. تمام، بلس في انواع ثانيه من الشبكات قدام باذن الله هناخد حاجه اسمها فريم ريلي، في حاجه اسمها ان بي ام اي. تمام، كل انواع الشبكات الثانيه طالما ما هياش بوينت تو بوينت غصب عني لازم اعملها ايه؟ نيكست هوب اي بي ادرس. يبقى من الاخر الاكزيت انترفيس استخدمه مع بوينت تو بوينت، اي نوع ثاني من انواع الشبكات لازم استخدم النيكست هوب اي بي ادرس. لو انا كنت شغاله شبكه ايثرنت او بس ايثرنت في حاجه اي بي فيرجن 4 هيشتغل، بس هياثر على البرفورمانس زي ما هوريكم دلوقتي. اي نوع تاني من انواع الشبكات مش هتنطق الا باكسترا كونفيجريشن، لما تشوفوها هتقولوا لا يا عم يخرب بيت كده، نشتغل بالنكست هوب اي بي ادرس افضل. تمام، تعالوا نشوف تاثير ده ايه كده او ايه الرخامه اللي فيه. لما انا جيت دلوقتي على ار واحد الديفولت راوت هنا انا كنت مستخدمه فيه ايه؟ النكست هوب اي بي ادرس اهو، صح؟ لا انا هلغيه. تمام، واقول اي بي راوت اني لو عايز اوصل لاي حد اللي صمت مصر اي حاجه هطلع الترافيك من
خففت وانا على زيرو. بص حتى اول ما ضغطت انتر قال لي بقول لك ايه if not a point to point الله يكرمك بلاش بلاش الاكزيت انترفيس لو انت مش بوينت تو بوينت. ليه يا عم؟ مي امباكت البرفورمانس هيأثر على البرفورمانس. ليه يعني؟ ليه؟ تعالوا كده نجرب على بي سي 1 املك على 13 في ريبلاي 14 في ريبلاي 15 في ريبلاي في ريبلاي عادي. لكن لو جيت دلوقتي على ار واحد وقلت له شو ارب، فاكرين الارب تيبل؟ الارب تيبل ده كان بيجيب لي كل الديستنيشنز بالمكان بتاعتها. انتر يا نهار مش فايت، انا كنت عايزه اوصل لل 12 0 0 100 13 و14 و15 كلهم ظهروا في الراوتنج تيبل او اسف الارب تيبل. فيا مين؟ مين الماك ادرس بتاعهم؟ الرقم ده مش هو هو ده مين ده؟ قال لك ده الماك ادرس ده. وانا عشان اوصل لاي حد من دول بشوفه عن طريق الماك بتاع اللي بعدي على طول، بشوفه بالماك بتاع مين اللي بعدي على طول. عشان نتاكد لو جيت هنا على ار 2 وقلت له وريني معلومه عن الانترفيس فاست، هو كام؟ 0 على 0 تمام. انكلود البي اي اي انتر، قال لي ان البي اي اي بدايته كام واخره 4 اصفار، مش هو فعلا الرقم ده صح؟ افرض دلوقتي بقى ان الراوتر ار 2 وراه 1000 جهاز 2000 جهاز، هيجيب كل ده وفي النهايه بيشاور على مين؟ نفس الماك بتاع اللي بعدي صح؟ هتلاقيه سحب الميموري، اكل الميموري. ما كل ده موجود فين؟ في الميموري صح؟ طيب هيكونسيوم كده الميموري، لا انا مش عاجبني ده، فانا هلغي دلوقتي الحوار بتاع النكست الاكزيت انترفيس ده ونعملها له بالطريقه الثانيه. ان انا لو عايز اروح لاي حد اللي صمت نص بتاعه اي حاجه اطلع من 11 0 0 ارمي على اللي بعدي. تعالوا نشوف تاني على بي سي 1 لو جيت ابنج على 13 على 14 على 15 في ريبلاي وزي الفل، بس المره دي لو جيت على ار 1 وقلت له شو ار، عايز اشوف الار تيبل، ما جابهمش، او بمعنى ادق جاب لي الاي بي بتاع جاري من خلال الماك بتاعه بس. هو ده اللي انا عايزاه، ما هو الاي بي بتاع جاري هو اللي هيرميني للشبكات اللي ورا دي كلها، يبقى ان شاء الله يكون في 1000 جهاز، هو السطر ده الوحيد اللي هيظهر عندي في الار بي تيبل بس. افضل مليون مره ولا لا؟ عرفنا يعني ايه مي امباكت البرفورمانس. تمام. سؤال بقى كنت سالته لكم ايام السمستر الاولاني وقلت لكم المفترض يعني لو فاهمين انتوا اللي هتجاوبوه النهارده ان شاء الله. ليه جهاز الكمبيوتر ليه اي بي وميك؟ مكان كفايه ماك، مش الماك اصلا يوسف حاجه يونيك على مستوى العالم؟ مكان كفايه ماك، وابنك بالماك واشير بالماك وحياتي كلها تبقى ماك. حتى لو صعب شويه مقارنه بالاي بي، لا عادي هتعود. ليه؟ انا السؤال ده سالته لصاحبي يعني في تمام. انا هو اللي بنشتري فيه سوا يعني. تمام. يا لهوي الصحراء دي. بس هو المفروض يعني ان هو عشان يقلل الضغط تقريبا يعني. يقلل الضغط عن ايه طيب؟ عن الداتا كلها يعني الشبكات كلها زي ما حضرتك كنت بتقول ان التيبلز مثلا اللي كلها بتشيل حاجات كتير. برافو يا هيثم السبعيه يا ولاد. الثلاثيه. اسلام اسا السبعيه يا ولاد تمام؟ بصوا كده شباب شباب معايا اللي عمال يتفتت مش مهم كلام معاها دلوقتي ركز هنا. دلوقتي كان ممكن كل تعامله يبقى بالماك. هو دلوقتي الراوتنج تيبل اتبنى بالاي بي ولا بالماك؟ اسا بالاي بي ولا بالنتورك اي دي اسا؟ بالاي بي هات واحد واحد ولا بالنتورك اي دي كلها؟ بالنتورك اي دي كلها صح؟ خد بالك انا لو كنت دلوقتي جيت على الراوتر وقلت له شوف الاي بي هات كل واحد على حده كان حجم الراوتنج تيبل هيبقى ايه؟ هو انا دلوقتي قلت له شوف شبكه ال 12 ان جنرال ولا قلت له روح شوف 12 0 0 1 و 12 0 0 2 و 12 0 0 100؟ انا خليته يشوف ايه؟ ال 12 ان جنرال. لو كنت خليته يشوف الاي بيات زي ما اتفقنا يا ثروت كان حجم الراوتنج تيبل هيبقى كبير جدا. ميزه الاي بي هات ان الاي بي هات المتشابهه ممكن اجمعها في نتورك اي دي، لكن الماكات هجمعها ازاي اساسا ازاي في ماكات متشابهه في نتورك اي دي واحد صح؟ فلو كان كل حياتي اساسا بالماك حجم الراوتنج تيبل هيبقى عامل ازاي؟ كشكيل كده انا ماشيه بيها صح؟
طيب ليه ما تعاملتش دلوقتي بالاي بي من غير الماك؟ لان اللي بيتعامل مع الاي بي البروسيسور، هعمل لود على البروسيسور. لكن ميزه الماك ان كارت الشبكه من اولها الداتا دي لو مش مناسبه ليا من اولها وهي عند كارت الشبكه هتقع، فالماك هيسرع الشبكه، فمحتاجه الاثنين. واضحه؟ التاست بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي راوتر الثاني الثالث، حطوا الاي بيهات اللي على مزاجكم، حطوا دلوقتي الانترفيسز اللي على مزاجكم. المهم ان انا عايزه الشبكه اللي قدامكم دي تبقى بينجابل، تمام. حط لي هنا كاس كمبيوتر مثلا، وهنا كاس، وهنا كاس، ووصل دول كلهم ببعض، تمام. جهاز ايه؟ بي سي. عايزه الشبكه دي كلها تبقى بينجابل، اشتغل بالطريقه اللي على مزاجك. عايز تشتغل ديفولت راوت اب تو يو، بس بشرط اوعى تعمل لي ديفولت راوت في اتجاه وتيجي على الراوتر اللي قصاده تعكس. يعني انا ممكن اعمل ديفولت راوت من ار 1 يرمي على ار 2 ومن ار 2 يرمي على ار 1 مثلا، لكن لو جيت عايز ار 3 ما هو ار 3 كمان مطلوب منه يشوف الشبكه دي ودي ودي، دول اللي ناقصين له، خليه يشوفها باي طريقه ثانيه مثلا ستاتيك، ده اللي اخدناه، تمام. في اي مشاكل كده؟ هتعرفوا تعملوه؟ لا ليه؟